السلام عليكم ورحمة الله. معجون الفلفل البارد بتسوينه معاي بطريقة وايد سهلة، وإن شاء الله تستفيدي من هالخلطة بأكثر من وصفة. أول شي تاخذين الفلفل البارد الأحمر، إذا تحبين لسعة حرورة حطي معاه كم حبة فلفل أحمر حار، تفرمينه بهالطريقة. تالي تنزلين هالفلفل بمقلة على نار عالية وتنطرين الفلفل لين ينشف. انا حطيت بالفلفل تقريبا نص ملعقة كبيرة ملح خشن، الملح يعتبر مادة حافظة، وخلي مقدار الملح يكون واضح بالفلفل عشان ما يخترب الفلفل معاك بسرعة. هني نشف الفلفل معاي. تالي اخذت غرشة معقمة نظيفة ناشفة، حطيت فيها شوية زيت زيتون بالقاع وعبيت الفلفل وحطيت على الويه بعد زيت زيتون. تجربين الوصفة بالعافية ولا تنسيني من دعواتك.